J'ai existé à Marrakech dans le 4e arrondissement de Derb el Maas, tout près du Mellah de Marrakech. Le Mellah, c'est le quartier des Juifs. قريب من الملاح توجد الدائرة الرابعة ديال عاصمة المعاش. هنا فين خدمت أنا لأول مرة، وأنا عندي 18 سنة، من بعد 3 ولا 4 أسابيع ديال التكوين خدمت في الدائرة الرابعة ديال عاصمة المعاش سنة 57 كاملة حتى لديسمبر 1957. في هذه المقاطعة الرابعة ديال عاصمة المعاش، الرئيس ديال المقاطعة كان هو محمد المضغري العلوي. الكراد ديالو في هذيك الوقت كان ضابط شرطة، تعمل كرئيس دائرة الأمن في مقاطعة ديال الكاتريام أرونديسمون، وفي نفس المقاطعة كان معايا تنخدموا جنب لجنب محمود عرشان. محمود عرشان اللي غادي يتعرف بزاف في المغرب كتورسيونير وكوميسارية دو درب مولاي الشريف، ومن بعد كان غادي يرجع رجل سياسة، غادي يرجع سياسي في مدينة الخميسات، مدينة تفلت من كاين الأصل ديالو هو هاد محمود عرشان. ملي كنا في 3 أيام في الكاتريام أرونديسمون ديال درب المعاش في مراكش، كان عنده الكراد ديالو ضابط شرطة مساعد، كان أو بي أ، والرئيس ديال الكوميسارية كان هو اوبي اوفيسي دو بوليس، اللي هو محمد المضغري العلوي اللي غادي نتلاقاه من بعد الستينات في الكاب ان، منين كان تعمل في الديبارتمون دي زوبيراسيون تكنيك، وغادي يكون عنده واحد الدور كذلك في عام 1965 في لوبيراسيون بويا بشير، لوبيراسيون ديال مهدي بن بركة، ديال النهاية ديال مهدي بن بركة. هذا محمد العلوي المتغري اللي عرفته لأول خطرة في حياتي في 1957 في الدائرة الرابعة ديال عرصة المعاش، كان هو الرئيس ديال الدائرة. ومحمود عرشان عرفته كذلك في نفس الدائرة، كان يخدم في الجنب ديالي، كنا جنب على جنب في الدائرة ديال عرصة المعاش. هذا محمود عرشان اللي حاليا زعيم ديال الحزب السياسي في المغرب،
واللي كان واحد البرنامج ديال التلفزيون دوزريم ذكر بان هو كان مقاوم وعنده لاكارت ديال المقاومه، وجبد لاكارت وراها للكاميرا ديال التلفزيون. انا كنعرف مزيان محمود عرفان، كنعرف بانه هو زايد في مدينه تفلت فين خلق في 1939 شهر ماي 1939، وانا ابن مدينة عسافي، خلقت في عسافي في سنة 1939 في شهر جويي، 21 جويي 1939. إذن السن ديالي والسن ديال محمود عرشان كيف كيف 1939. المقاومة اللي كانت في المغرب بدأت في سنة 1953 من تهزات العائلة الملكية وداوها للمنفى، ورجعت العائلة الملكية للمغرب في 1900 في الأخر ديال 1955 شهر نوفمبر. في هذا الوقت فاش بدات المقاومة في 1953 أنا السن ديالي 14 سنة، والسن ديال محمود عرشان كذلك 14 سنة. ما يمكنش أن نكونوا مقاومين في هذيك الوقت. أنا درت المظاهرات، شاركت في مظاهرات فلسفي في آسفي في سنة 1954 و 1955. أنا عاقل مزيان على هذه المظاهرات ديال 54 و 55، ومحمود عرشان كذلك في هذيك الوقت غيكون عنده في السن ديالو 14 عام، ولكن معاه هو كان الابن ديالو واحد الراجل تاجر في تفلت، معروف بزاف في تفلت، ما غادي يكون شارك في تشي مقاومة، إنه هو ما غيكون شارك في تشي مظاهرة، إنه هو شكون اللي كيشارك في مظاهرات؟ ما كيشاركوش فيهم ولا التجار ولا العائلة الكبيرة، كيشاركو في مظاهرات غير ولاد الشعب. هذه لوكازيون جات باش نذكر محمود عرشان بان هو هذيك لاكارت ديال المقاومه اللي بين في البرنامج ديال التلفزيون ديال دوزان راه مزوره، هذيك لاكارت راه زور، مستحيل مستحيل، ونعاود ناكد مستحيل باش يكون مقاوم في عمره 14 سنة، مستحيل في العالم كامل ما كاينش مقاوم اللي عنده 14 عام. المقاومة في المغرب بدات في 53 وسالات انتهت نهائيا في شهر 11 1955. المقاومة في المغرب كانت لمدة سنتين فقط، إذن
إلى بدأت المقاومة في 53 وسالات 55، إذن حنا منين سالات المقاومة يا الله في العمر ديالنا أنا ولا محمود عرشان، يا الله في العمر ديالنا 16 سنة، وملي بدأت المقاومة يا الله في العمر ديالنا 14 سنة. مستحيل مستحيل باش نكونوا مقاومين في هذاك السن. هذا الشيء اللي قال محمود علشان في هذاك البرنامج ديال التلفزيون ديال دوزيم، راه سي دو فو. هذا الشيء راه الزور الزور عين بين. انا كنتحدى محمود عرشان حاليا يبين لينا ذكر ديالو ناسيونال، نعرفو فين زايد، فاش من سنه زايد، فاش من سنه تخلق. وانا عندي اليقين 100% على ان محمود عرشان راه زايد في 1900 في شهر ماي 1939، ماشي قبل. في هذه الايام الاخرى شي حد اتصل بيا في يوتيوب وقال لي بان هو بعض الناس تذكروا مع محمود عرشان وذكروا ليه احمد البخاري والتصريحات ديالو. محمود عرشان قال لهم ما عمرني في حياتي عرفت هذا البخاري، وهذا خدمنا في كوميسارية وحدة لمدة سنة كاملة، وحنا جنب على جنب في سنة 1957 كنا جنب على جنب في المقاطعة الرابعة ديال عرصة المعاش، ألف وتسعمية وسبعة وخمسين كنا بجوجنا في لا سيكيورتي بيبليك. لا سيكيورتي بيبليك هي اللي فيها لو كوميسير سنترال وهي اللي فيها لي زارونديسمون دو بوليس. وكنا كنخرجوا كنديروا بعض المصلحة خارج الكوميسارية بواحد الطوموبيل ديال السيرفيس من نوع ديال الكاتشوفو اللي كانت قبل الايركات، من نوع ديال رونو كاتشوفو اللي كانت عندها الموتور اللور، طوموبيل صغيرة هي اللي كانت طوموبيل سيرفيس ديال الكاتريام اروديسمون، كانت تستعملها دائما لو شاف ديال لاروديسمون محمد مدغري العلوي اللي كان في ديك الوقت اوبي ضابط شرطه، كان هو الرئيس ديال المقاطعة الرابعة ديال عرصة المعاش اللي كان فيها محمود عرشان وأحمد البخاري من الموظفين اللي كانوا فيها. هذا اللي قال ما عمرو سمع بالبخاري، هذا الكلام ديال الزور. هذا أنا لازلت على الحياة، باقي ما ماتش باش يذكر باش ينكر الاسم ديالي.
أن يعيش. وهادشي اللي تنقول حقائق عشتها في حياتي. دابا راني داخل في 84 سنة، ومحمود عرشان تا هو داخل في 84 سنة، عندنا نفس السن. وكنتحدى محمود عرشان باش يجاوب على هذا الفيديو، باش يجاوب على هذا الفيديو ويقول الحقيقة، ويقول واش هذا الشيء اللي قلت انا صحيح ام هذا الشيء اللي قلت انا غلط.